صباح الخير، أنا اسمي خالد عقروخ، جيت من زامبيا لساكة بإفريقيا وين عم بشتغل. جيت على الهند على الدكتور جويل والمستشفى اللي تحت إدارته، والحمد لله كان يعني العملية جيدة جدا، والدكتور وبقية الدكاترة والستاف والتيم تبعه ممتاز جدا. قبل العملية كان وزني 136 كيلو، وأنا مريض سكري ومريض ضغط. فبعض الفحوصات اللي أهلتني للعملية، بعد العملية مباشرة عملناها يوم الجمعة. بعد العملية بحوالي 5 أيام إجيت لزوره، نقص وزني حوالي 6.5 كيلو. الزيارة الثانية من الجمعة من يوم الأربعاء ليوم السبت كانت حوالي 2 يوم ونقصت 1.5 كيلو. نقص الوزن ممتاز جدا، يعني بنصح كل واحد وصل لمرحلة زيادة الوزن وصار عنده ضغط وسكري إنه يعملها، لأنه حيستفيد جدا. الضغط بعد شي حوالي شهر راح يوقف الأدوية، وأنا وقفت دواء السكري نهائيا، والسكري عندي معتدل جدا. فبتوجه للشكر إلى الدكتور جويل ومدامته الدكتورة جويل وشيرين وكل الستاف اللي كنا نتعامل معهم واللي أشرفوا على عمليتي، بتشكرهم جدا. وبنصح كل إنسان ما يضيع وقت ويجي يشوف الدكتور بويل، عند بيعطيه الادفايز اللي بيناسبه.